الاقتصادية موعدها الآن. أظهرت بيانات للبورصة اليوم أن عام 2014 شهد تسجيل ما يزيد على 21 ألف مستثمر جديد مقابل 16 ألف مستثمر خلال عام 2013، وبلغ عدد المؤسسات الجديدة منها 1100 مؤسسة للاستثمار تمثل الأجنبية منها 69%، كما تم خلال عام 2014 تنفيذ 5 أطروحات بقيمة إجمالية قدرها 856 مليون جنيه. العام المنصرم شهد أيضا تنفيذ 5 صفقات استحواذ بقيمة 435 مليون جنيه. افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي صباح اليوم منفذا لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بالمريوطية، ويعرض منفذ البيع السلع بأسعار تقل بنسبة 30% عن مثيلتها بالأسواق. في إطار سياسة وزارة التموين وتوجيهاتها بخدمة المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأقل الأسعار، وانها تكون منافسها موجوده في قلب الاسواق وقلب المناطق السكنيه في وزاره التموين في الاحياء الشعبيه، فابتدينا نفتح منافس خاصه بينا من ضمن سياسه وزاره التموين على اساس ان احنا نطور في المنتجات اللي هي موجوده. فشركه تسويق الرز ممثله في الشركه القابضه للصناعه الغذائيه ووزاره التموين توجهات معالي وزير التموين، ابتدينا ان احنا ننتج منتجات خاصه بينا احنا، لان احنا عندنا مصانع المكرونه وعندنا مضارب رز، بقت المنتجات تخرج من قلب الاسواق من قلب المصانع الى المستهلك مباشره، والاسعار بتقل حوالي 30% عن الموجوده في السوق. أعلنت مصلحة الجمارك عن بدء سلطات الجمارك بالمطارات والموانئ في تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بنسبة 10% تنفيذا لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأوضح رئيس الجمارك أن التخفيضات تنطبق على جميع أنواع السيارات الأوروبية فقط، بينما لن تطبق على السيارات الأخرى. يذكر أن هذا التخفيض يحدث للعام الخامس، إذ تم قبل ذلك تخفيض الرسوم الجمركية 4 مرات بنسبة 40% لتصل خلال 2015 إلى 50%، وستستمر هذه التخفيضات حتى تصل إلى 0% أوائل عام 2020.